أيوة التحدث، المستوى الأول من إعداد الأستاذة سناء شباني وصديقتنا البومة. الحكاية الحادية عشر، من يقرأ لي هذه الجملة؟ جيد، وتعطلت الطائرات. ماذا تمثل هذه الجملة للحكاية؟ جيد، إنه العنوان. ما معنى تعطلت؟ تعطلت يعني لم تعد تشتغل، حدث لها عطل أو عطب. والطائرات جمع طائرة، وهي وسيلة من وسائل النقل. من يذكر لي وسيلة من وسائل النقل؟ فكروا. جيد، سيارة. أحسنتِ، سفينة. ممتاز، شاحنة. أحسنت، قطار. أحسنتم أحبائي. انتبهوا لهذه الصورة، ماذا تشاهدون؟ أفكر. جيد، أشاهد مدينة الملاهي. أعد. أحسنت. وهذه الصورة، ماذا تشاهدون؟ أفكر، ما اسم هذه اللعبة؟ جيد، أشاهد لعبة سيارة التصادم. أعيد. أحسنت. ننتبه لهذه الصورة، ماذا تشاهدون؟ سأساعدكم، ماذا يركب الأطفال؟ جيد، يركب الأطفال الطائرات. أعيد. هل هناك جملة أخرى؟ جيد، الأطفال فرحون. أعيد. أحسنتم. وفي هذه الصورة، ماذا تشاهدون؟ ماذا يفعل الأطفال؟ الأطفال يبكون. جيد، نعيد. أحسنتم. والآن أحبائي، دعونا نستمع لحكايتنا وانتبهوا جيدا، سأطرح عليكم أسئلة بعد ذلك. وتعطلت الطائرات. رن الجرس. فتحت غيتة الباب، وجدت ابنة عمها ليليا. رحبت قائلة: أهلا ليليا ومرحبا، تفضلي، جئت في الوقت المناسب. سنطلب من بابا أن يأخذنا إلى مدينة الألعاب. استجاب الأب لرغبة غيتة وليليا، واصطحبهما إلى مدينة. وما أن اقتربوا منها حتى بانت لهم طائراتها وأراجيحها تحلو وتنخفض. وصلوا إلى مدينة الألعاب. ركبت غيتة سيارة وأمسكت المقود، وجلست ليليا بجانبها. تحركت السيارات، تدفعهما هذه السيارة من الخلف وتصدمهما الأخرى من الأمام، وغيتة تملأ الدنيا ضحكة. وليليا تصيح بها: حذاري، انتبهي، سيري على اليمين، اضغطي على المكبح. تركت غيتة وليليا السيارة وركبتا طائرة، صارت تدور وترتفع بهما مع غيرها من الطائرات الأخرى بسرعة فائقة. فحلقت بهما عالية، وهما تصيحان فرحتين تلوحان من الغلي. فجأة توقفت الطائرات. سيطر الخوف على الأطفال. ما الذي حدث؟ ارتفع البكاء وتعالت النداءات. قال أحد الأطفال: سنظل معلقين في السماء، نحتاج إلى مظلات لننزل.
أمسكت غيدة بيد ليليا فحانقتها وأخذت تطمئنها: لا تخافي، سنعود إلى الأرض بسلام. بعد دقائق سمعوا مكبر الصوت: لا أعتذر عما وقع، لا تخافوا، انقطع التيار الكهربائي وقد عاد. بدأت الطائرات تدور من جديد. ظهر الاطمئنان والفرح على الوجوه. قالت غيتا: الحمد لله، سنعود إلى الأرض بسلام. ودعت ليليا عائلة عمها منشرحة بزيارة مدينة الألعاب وهي تقول: شكرا، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. والآن أحبائي، لقد قمت بشرح هذه الكلمات عن طريق الصور، انظروا إليها لمعرفة المعنى. والآن أحبائي، سأسألكم من هم شخصيات الحكاية، فكروا. جيد، الأب. أحسنتم، ليليا. جيد، غيتا. ممتاز، وأحد الأطفال. وهناك شخصية أخرى، وهي التي سمعناها في مكبر الصوت. انتبهوا. والآن أحبائي، ما هي الأمكنة المذكورة في القصة؟ سأساعدكم. أين كانت غيتا قبل قدوم ابنة عمها؟ جيد، في البيت. وإلى أين أخذهما الأب؟ جيد، إلى مدينة الألعاب. ما هو زمان الحكاية؟ هل ذكروا لنا زمانا في الحكاية؟ لا، ليس هناك إشارة، ولكن من خلال الصورة يتبين لنا أن الحكاية حدثت نهاراً من خلال السماء الزرقاء الصافية. والآن انتبهوا إلى الأسئلة. من زار غيتة؟ أفكر. زارت ليليا غيتة. أعيد. جيد. ماذا طلبت غيتة من أبيها؟ استعينوا بالصورة. طلبت غيتة من أبيها أن يأخذها إلى مدينة الألعاب. أعيد. جيد. انتبه. من استجاب لطلب غيتة؟ من استجاب لطلب غيتة؟ أفكر. جيد، استجاب الأب لطلب غيتة. ماذا ركبت غيتة أولا؟ ماذا ركبت غيتة أولا؟ أفكر. جيد، ركبت غيتة أولا السيارة. أعيد. أحسنتم. ماذا ركبت غيتة بعد ذلك؟ أستعين بالصورة. ركبت غيتة بعد ذلك الطيارة. أعد. نعم. لماذا تعطلت الطائرات؟ أستعين بالصورة. تعطلت الطائرات لأن التيار الكهربائي انقطع. أعد. جيد. والآن ننتبه لسؤال البومة: هل عادت الطائرات تدور من جديد؟ هل عادت الطائرات تدور من جديد؟ نعم، عادت الطائرات لتدور من جديد. أعد.
جيد. ماذا ظهر على الوجوه؟ ماذا ظهر على الوجوه؟ جيد، ظهر الاطمئنان والفرح على الوجوه. أعد. أحسنتم. سؤال آخر مع صديقتنا البومة. كيف ودعت ليليا عائلة عمها؟ كيف ودعت ليليا عائلة عمها؟ ودعت ليليا عائلة عمها منشرحة. أعد. جيد، منشرحة تعني فرحة. وماذا قالت؟ وماذا قالت؟ جيد، قالت شكرا وإلى اللقاء. أعدي الجملة. أحسنتم. والآن أحبائي الصغار، أريدكم أن تتدربوا في البيت على إعادة حكاية القصة بطريقتكم الخاصة من خلال الصور. لا أنسى بعد سماع الفيديو عدة مرات أن أنجز تماريني على كراسة الاستماع والتحدث، وأنتبه لكي لا أرتكب الأخطاء. كان درسا ممتعا أحبائي الصغار، إلى اللقاء في درس آخر مع صديقتكم البومة. إلى اللقاء.